الله يرحم هاد الوليدات اللي ماتوا مساكن ويجب عليهم الرحمه والمغفره وصبر والديهم الله يعطي الصبر لوالديهم ولمواتهم الله يرحمهم مساكن وسع عليهم ويجعل عليهم الرحمه والمغفره يا رب الله يشافي كل مسلم اللي فيه شي ضر الله يعمل سيدي ربي يهزو عليه انا الكرام شنو صابوا لنا العشاء الحمد لله قيدها لك اكلينا وين الكرام وين تعاود لنا جبرد السلام عليكم واش جايين ولا كيف بقيتوا لاباس عليكم راه حنا ناشطين خالتك حد الدرجه وبنات اختي تشوفوها وسي واسمنا قادير حتى هي اللي تا هو والاختها وراه البنات برنا الشوكه دابا راه شويه لاباس رابطة منا على دابا راه كامل شويه القضيه عندها دابا راه شويه راه قعدت معنا وكلات شويه حتى هي لكم وليداتي داخل الوطن وخارج الوطن الناس كلهم تا اللي كيسولوا في التليفون حتى هي لكم وليداتي كاملين الله يعطيكم المرضى الله يرحم تعاود لنا البلاد دابا كتشكر الله يعطيك الصحه خليك تدو بعدا تنضحك الناس الجاليه كاملين كاملين الله الا مساكن قبيله شي عيالات قاوني من بلجيكا مساكن في السوق تعيا ليهم هذا من بركات مساكن حنا خالتي حدا قالت لي بكا تنبكيو ضحكت تنضحكوا والله القصر والله العظيم بالله قالك راه قالك حنا عايشين معاها والله الا عايشين معاها والله القسم بالله ما الا مساك بغا نمشي نمشيو نشوفوها ساعه قلت لهم يلاه مرحبا قالك ساعه واحد السيد قالك اودي شي سيبهم هنا قالك دير عليهم غدا تحيا لكم وليداتي كاملين تحيا لكم ولا لا حبيبه محفوظه هي معنا الله يحفظ الله ويحفظكم كما العاده السلام عليكم قناه مربوحه لاباس عليكم بخير كي داير مع الصحه المتتبعين ديالها نتوما بخير وليداتكم عائلاتكم واش غنقول لكم اللي طلب بغي الصحه والسلامه كلشي غادي يفوت كيف ما تشوفوا سمعنا خالتي مريضه شنا دار ولا واحد هذه ايوا كل واحد خليه الله يهديه وصافي ايوا قال لك الله يهدي اللي جا في الصحه تيضر ايه ولا الشفاء يا ربي العاجل اي واحد مريض الله يشافيه أيوة. ودابا راه جينا لقينا مشات دارت الشوكه دابا الحمد لله راه شويه راه جلست معنا اللهم لك الحمد الله يشافي اي مريض يا ربي والتحيه لكم ولهلا خطاكم وبكم باش الانسان راه الدنيا هي هذه الدنيا حبيبه هي هذه فين مشيتي حبيبه كيكون عندك حبيب كيكون عندك عدو ضروري الله العظيم بالله ماشي بنادم اي حاجه راه كيكون فيها اي تيقول لك الله تيتفكر غير المؤمن يا تشري كاين الحمد لله لا الحاله وليداتي واقفه تجيها دائما وراه كنت عند واحد الطبيب كدير لاباس هي كضرب الشوكه عنده صافي راه هاد الحاله دابا شي ثلاثه المرات تنديالو مشات هاد المره هي يوز في الفجر قال لها الوالده صافي نديك والو بيتا تتغوت دايوز عيط انا قلت لهم قلت ودي ديوها للطبيب اللي كنتش عنده دلها الطبيب تدمو قال لك يوز لا مشى قرا هذيك العلوان قال لك واحد اخر زي قال زايد على هذاك شويه اي قال لك يوز والو غلبها بالري قالت له ودي ربك تعيط ديني للطبيب ديالي قال لا اللي في المكان ايوا ولكن اللي قال لي تخدم بالجد ديالو تحيه ليه تمام شي مهنه تحيه ليه في المكان أيه ما كانش عنده واحد شي وظيف تحيه ليه انا باش قرا وسهر باش وصلوا هذه التحيه للجميع وحنا الله يسمح لوالدينا راه ما قراوناش ايوا صحنا صحنا تحيه لينا تبارك الله حميدة انت خير من القرية ما هي خير من القرية والله لا داكشي اللي كاين دابا حميدة حميدة دابا بقى يكون عندي واحد موظف غيكون حاف والله لكان تبارك الله القيرة انت هاد واحد حمل كبير الله يعطيك الرضا الله يكون منك الله يرضي عليك والله لكان نقولها بغيبة ديالك السلام عليكم المشاهدين ديال قناة مربوحة كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة للمتتبعين كاملين ديال قناة مربوحة وجينا نطلعوا على خالتي حدا مسكينة سمعنا عليها مريضة والله يشافيها وعافية يا تقدر دابا يمكن لا شي حاجه وقت النصر حا خلي قدر منين جينا وحنا نضحكوا والله العظيم انا لمونه غيرها اجا لمونه مونه ما تتبعش مونه درتي كريم مع الكاميرا السلام عليكم المشاهدين لاباس عليكم كي دايرين كنشكر قناه مربوحه خالتي راه مريضه مسكينه الله يشافيها ويشافي جميع المرضى جينا نشوفوها ودابا قدر راه تقتلنا بالضحك تيقول لك حفيظه مرضيه وحنا راه كنتي واقفه وين حفيظه هزه الحمل كبير الله يرحمها حتى انا باش راكم عارفين انتوما راكم عارفين جوجنا بكري راكم عارفين حنا عايشين جوجنا بكري دابا انا امي في شي شكل كانت انا امي تبارك الله تكون امي بحال خالتي بحال خالاتي امي بوحدها مسكينه درويش راه كعارف ودابا داكشي دمي انا المسؤوليه دمي هزه هزات هي ودابا امي تكون هزه كاينه تهضر عندك الحق اي هادشي اللي كاين والدي محسن هو تهلا ان شاء الله قادر ان شاء الله داروا شي دور انا قادر ان شاء الله مرحبا تحيه الناس دكادير كاملين نضربوا الحل ديك النص ان شاء الله مرحبا ضهروني نمشي معك خالتي داري ما قالت خالتي ما كاين والو صافي يا داك مالكوت كلشي على مربوحه اييه لا ما قالتش مربوحه كنا نشوف فيها يلاه اختي هضري
السلام عليكم المشاهدين، الله يحفظكم ويستركم وينجيكم الآفات والله يرضي عليكم. راه مقلقين عليكم. والله يحفظكم محفظ اللسان بين السنان. أنا راضية عليكم وليداتي كلكم وبنياتي وصحاباتي وكل شيء، أنا تنعطيكم الرضا اللي قدكم على التعاليق اللي تديروا لي وعلى اللي تعيط لي واللي بقيت فيكم. الله يعمل سيدي ربي يعطيكم القصر في الجنة إن شاء الله يا سيدي ربي. الله يوقف معاكم. الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم ويخلي لكم وليداتكم وصحيحتكم هي الاعز ديال كل شيء. الصحه هي كل شيء. الله يعطيكم صحيحتكم ويخلي لكم وليداتكم. الله يعمل سيدي ربي يحفظكم. دابا راني شويه وليداتي راني ضربت الشوكه عاد جابها لي يونسي البارح قالك راها مقطوعه وعاد ولا ديرها لي الطبيب. راني عيطت لواحد بنت عمتي راه غادي تصيفط لي دوك الكيلات اللي ما كاينينش هنا على برا. الله يعطيها الرضا ويعطيها الستر ويعطيها صحيحتها. ايوا دابا راني شويه الحمد لله يا سيدي ربي شويه بعد اللهم لك الحمد. الله يا الله العظيم الله يرحمك فيك الله القصر. شو ما تحدي باش مرحبا بكم تعشوا معنا. والله الا مرحبا بكم. والله يا نهار كبير هذا. عمرو ما جا عندنا والله القسم. يا نهار كبير. تحيه للحفيظ عبد الحفيظ. تحيه ليه من هنا مد مبروك وليدات فقي كاملين. كاملين بنات ولا ولاد تحيه ليهم. كاملين. الله يبارك فيك. الله يعطيهم مرضيين. الله العظيم بالله الله يرضي عليك وليدات نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. والله الا تعشوا معنا. ان شاء الله. والله الا تعشوا معنا ضروري. يلا روح يلا صابوا لنا الحجه. خالتي تنوض قال سبعين. ها خالتك غادي تقعد ان شاء الله. إذا فاتك الحريقه خالتي نوض. دابا مين جيتو؟ ما بيعكاك يوم غاتمشي حتى تعشى. مرحبا بها. والله العظيم. قال لك الفيديو قال خمسة دقائق قلت لك نكملوه. نكملوه بالعشاء والله العظيم. نكملوه بالعشاء والله القسم نهار كبير دابا تاعك. الله العظيم الله يخليك وليداتك. لا العظيم بالله واش غادي لاكادير؟ كنشوف مع يونس دابا هو اللي غادي يعطي الكود. هو اللي يقرر. ندبروا شي دار تما هو تيبغي الدار دابا وقال ولا البرد دابا. قال كي هو تيكري الدار غير الكليما ما كانش الكليما ما يكريش. ضروري دابا جو مزيان. لا جينا بلا واش كرينا بلا. ما يحتاج الكليما كادير. لا 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 كادير فيه البرود. كادير كاع ما يحتاج الكليما. كرينا في هذيك السعيديه ب 30 ابريل. عاد بالله. شهر. لا ليلة ليلة أمين الليلة ما تحسب هذا أمين 30 لا لبسي مشروك لبسي مشروك اللي عندهم ناس في فرنك كاينه واحد الفيلا بلا بيسين فراش جديد نقي كلشي 30000 الليله. هي حتى في فرنك بلا بيسين بوحدها. اه بلا فيلا بلا بيسين ديالها كلشي. لا هادو مشروك كاع عندك فيلا وهذاك عنده فيلا ولا بيسين بروحه. لا لا هذا الفيلا ديالو بلا بيسين ديالها بوحدو اللي كان راه كادير اسيدي كاينه غير 300 400 درهم. والله شي لا مزيان لا هادي والله الا مزيان. ما كاينش والله اسيدي الا مخيره. ما كاين الصد 300 والله الا مزيانه 300 كادير. كادير فيه الرواج. وشحال جلستو تما؟ شحال كريتو؟ 20 يوم وعدنا. 20 يوم ب 30000 الليله. اه لا تهونا. تهونا. قعدنا تما ثلاث ايام في الفيلا. ولينا عاوتاني ذاك هذاك قعدنا فيه راس الماء. راس الماء قعدنا فيه خمس ايام ولا ست ايام. ولينا عاوتاني طلعنا لهذي راس الماء رخيص فيه الكرا. طلعنا ولا طلعنا الناظور. الله يرحم هاد الوليدات اللي ماتوا مساكن في امين امين الله يرحمهم ويصبر والديهم. الله يرحم ويصبر والديهم. امين 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 جايين غير يفوجوا وداك الشيء ساعه شوف نصدقوا المكاتب الله يكتب علينا عليكم الكتابات امين 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 طلب طلب السلامه طلبوا الصبر لوالديهم بزاف والله ترحموا عليهم. اجل قدور اجلي اجل تحد الاجل. ايوا هذا وليداتي دابا تضغطي شويه الله يرحم هاد الوليدات اللي ماتوا مساكن ويجيب عليهم الرحمه والمغفره ويصبر والديهم. الله يعطي الصبر لوالديهم ولمواتهم الله يرحمهم مساكن ويوسع عليهم ويجيب عليهم الرحمه والمغفره يا ربي. الله يشافي كل مسلم اللي فيه شي ضر الله يعمل سيدي ربي يهزو عليه. كرا مشينا صابوا لنا العشاء الحمد لله قيدها لك. اه ضروري سيدي صابوا لنا العشاء دابا ان شاء الله الله العظيم مشينا صابوا لنا العشاء ودي لنا هاد البراد هذا نمشي نجيبوا الفقيه. اه جيبو والله الا جيبو نقولوا له يلا. اه والله والله الا كاين كاين والله الا جيبو والله يلا مشينا نجيبو
مسكين ما يقدرش. علاه؟ عيان. وي. وعيان ودابا فاش نخرجوا حنا كيقنط. ما يقنط بوحدو يا. وانا براسي كنلقى بوحدي كنقنط. دابا راه غنقول له بديعة اللي ما بغاتش. لا لا ما تقولوش لا 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 بديعة خليها مسكينة. ويتي انا. حرصوا عليا حرصوا عليا. لا لا في يدك بحال التربية دابا بديعة ودير حفيظة وديالكم. ايوا ديال الجيل دابا دابا هي التربيه ديال بكري كل وقت وقت يا عبد الله الجيل عاوتاني زوين حتى الجيل ديال دابا زوين ماشي ماشي بحال ديال تيبكي بحال باش باش زوين زوين الحريه ووفر كل شيء الحريه والصداع ودابا ودابا الجيل دابا غيبقى يجمع ويمشي عند العائله واش هذا الكلام كاين علاش ما قليل قليل عبد الله لا خليش لا لا والله الا خلا بنادم كبير والله القسم الا دابا دابا شوف راه الاولاد من الوالدين الا الا كنت شاف اولادك كتمشي وغتقولها خالتك ولا عمتك ولا هذه راه غادي يتبعوا الا كان واحد محدود راه غادي يقصوا آه هي شي كاينه اييه ايوا بالسلامه عليكم وليداتي تحيه لكم وبالسلامه عليكم عقبال عقبال فيديو اخر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي سلامه بالسلامه وليداتي بالسلامه السلام عليكم سمحوا لنا عبد لينا هذا البراد اكرم بليه السلام عليكم الله يرضي عليكم الله يكون منكم.